قرنبيط مقلي طعمه رائع ولكن صيامي. عندي ثمرة قرنبيط زي ما تطلع بقى، تطلع كيلو تطلع 2 كيلو، أنا جبت واحدة كده بالبركة طلعت كبيرة يعني، هناخد منها شوية في الأكلة التانية. عندي كمان معلقتين بصل باودر، معلقتين صغيرين بصل باودر، ومعلقتين كمان صغيرين توم باودر، ومعلقتين من البابريكا اللي هي فلفل القرنقوط اللي مش حامي، وكمان معلقتين من الكركم، ورشة شطة رشة صغيرة كده شطة، ومعلقة عصير ليمون، ورشة بهارات، وكوبايتين من الدقيق، ونص كوباية نشا أو كورن فلاور، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وملح وفلفل وزيت للآلية تاني، ولتر مية مش مكتوب بس فيه لتر مية. عندي ثمرة قرنبيط جبتها مية بتغلي فيها ملح وشوية كمون عشان الريحة ما تطلعش، سلقت القرنبيط بس ما سلقتوش لغاية ما اتهرى يعني، سبته شوية عشان لسه هيتحط في الزيت. عندي كمان بصلتين باودر، معلقتين بصل باودر، ومعلقتين توم باودر، ومعلقتين بابريكا، ومعلقتين كركم، ورشة شطة، ومعلقة عصير ليمون، ورشة من البهارات، وكمان عندي كوبايتين من الدقيق، ونص كوباية نشا أو كورن فلاور، ومعلقة معلقة صغيرة من بيكنج باودر، وملح وفلفل وزيت للآلية. هنركن دول وتعالوا مع بعض نشوف هنعمل إيه. أول حاجة أدي المية، ولتر مية طبعا ده أساسي. أدي القرنبيط بتاعي، شايفين قرنبيطة كبيرة، هناخدها كده ونجيب طبق عشان هنعمل عملية حلوة قوي هتعجبكم. أول حاجة هناخد الدقيق أهو أهو، وعندنا الكورن فلاور أو النشا عليه، شايفين المنكهات دي كلها. هناخد بقى البيكنج باودر عليه على طول أهو، وبعدين نص كمية الكركم، نص كمية الشطة، احنا رشة شطة، ونص كمية التوم الباودر، ونص كمية البابريكا، ونص كمية البهارات، ونص كمية البصل الباودر، والنص التاني هاخده احطه على القرنبيط. خلاص، بس انا عايز اشيل حتتين من ده من غير ما احط عليه حاجة علشان عايز احطه في الطبق التاني. جميل، زي ما قلت نص كمية المنكهات بتاعتي اللي هي البصل الباودر والثوم الباودر والبابريكا والكركم والشطة والبهارات، حطيناهم هنا، والبيكنج باودر أهم حاجة، وهنحط شوية ملح هنا وشوية من الفلفل، وهناخد برضو شوية ملح هنا وشوية من الفلفل. نقلب كل ده عشان ياخد النكهات الموجودة عندي. أقولها تاني، اللي هي الكركم والبصل والثوم والبابريكا والفلفل القرنقوطي والشطه والملح والفلفل، كل ده مع بعض اهو. وبعدين هنروح على الدقيق المبهر، هنحط على ده كمان عصير الليمون ما ننساش، معلقه عصير الليمون بعد ما تبلنا التتبيله اللي انا قلت لكم عليها، اقول لكم عليها تاني. معلقه صغيره، احنا قلنا معلقتين صغيرين، يبقى معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من الكركم، معلقه صغيره من البصل باودر، ومعلقه صغيره من الثوم الباودر، وشويه ملح وشويه فلفل، وشوية من الشطة رشة صغيرة، وشوية من البهارات. تبلنا بيه كده القرنبيط بتاعنا، القرنبيط ده مسلوق، وبعدين عملنا دقيق مبهر، دقيق كوبايتين دقيق عليه نص كوباية من النشا، وحطينا عليه كمان زي ما حطينا هنا بس زودنا هنا بيكنج باودر. وبعد كده هاخده كده اغطسه في الدقيق، وبعدين ارفع هنا الاول عشان نحط مرة واحدة، وبعدين اغطس كله في الدقيق اهو، اول تغطيسة. وبعدين ناخد كده بعد ما نخلص كل الكمية هنغطسها في المية، ونرجع نعفره بالدقيق تاني زي ما بنعمل الفراخ المقرمشة بالظبط. يبقى انا حطيت في الدقيق المبهر ده اول مرة اهو، وبعدين هناخد نغطس في المية بعد ما نخلص الكمية دي كلها، وبعدين نرجع نغطس تاني فين؟ في الدقيق تاني اهو. تنسوش ان الدقيق ده فيه نكهات مختلفة يعني، فيه حاجات كتير قوي. هنرجع هنا بقى وناخد اول واحدة كده نغطسها في المية خالص، ونطلعها نحطها فين؟ في الدقيق تاني. جميل، يبقى احنا حطينا هنا زي ما قلنا كل المكونات بتاعتي، وغطستها مرتين، لازم نغطسها مرتين. المرة التانية بقى نشربها من الدقيق كده.
عشان تعمل معايا غلافة اهو. ممكن نحط كمان مرة اهي عشان تعمل معايا غلافة كبيرة من الدقيق ده المبهر، طعمه حلو قوي اهو. شايفين غطتها خالص، هناخدها نحطها هنا، وبعدين نحط تاني هنا ونحط دي كده، ممكن مرتين ممكن تلاتة اللي انتوا عايزينه. المهم ان هي يبقى فيه غلافة كبيرة من الدقيق حواليها كده زي ما انتوا شايفين اهي. دي تاني واحدة، وهنكرر برضو العملية لغاية ما نخلص. عايز اقول لكم بقى ان طعمه هيبقى رائع. لو انتوا بقى خايفين من الزيت والتحمير، ممكن تعملوا ايه؟ حطوه رشوه بالزيت او ادهنوه بالزيت وحطوه في الفرن لغاية ما ياخد اللون معانا ويطلع اللي هتشوفوه دلوقتي. لكن اللي بيحمر بقى عادي وعايز ياكله محمر زي ما احنا بناكله كده في اللي هو بالخلطة بتاعة البيض، ياكلها برضو عادي. ان شاء الله نعمل لكم برضو طريقة تانية للأرنبيط تعجبكم ان شاء الله، برضو تبقى مقلية كده وحلوة قوي اهو. نرفع ده كده عند الزيت بقى يكون سخن. الزيت سخن يعني ايه؟ لازم الزيت يكون سخن عشان خاطر لما اجي احط عليه ده، انا مش عايز غير يستوي معانا ويلون. ليه؟ لان الارنبيط مسلوق لوحده. شايفين اللي انا عملته شكله اهو بالخليط الاخير. نكمل بس شويه دول ونروح بقى عشان ايه نحمرهم ونقدمهم زي ما انتوا عايزين بقى. يعني عايزين تقدموه مع الكاتشب، قدموه مع الهوت صوص، قدموه كده زي ما هو، مفيش مشكله، زي ما بتحبوا تاكلوا الارنبيط. طبعا كان جالي سؤال دلوقتي من الكنترول، ازاي نحفظ الارنبيط؟ ازاي نحفظ الارنبيط؟ انا بسلقه حاجه اسمها البلانشيه. هناخد معانا تليفون وبعد كده نكمل ازاي نحفظ الارنبيط. يا مدام الهام، صباح الخير يا شيف يوسف. يا اهلا بحضرتك. يا اهلا بيك واهلا بكلامك واهلا بعلمك واهلا بالحياه كلها، منوره بيك انت استاذ ياسر وفريق الاعداد كله. ربنا يخليك، ربنا يكرمك يا مدام الهام. الله يخليك يا شيف يسري. رجاء مني يا شيف يسري لحضرتك وتوسل اليك. اتفضلي. يا ريت يا شيف يسري تعمل لي حلقه خاصه عن رموش الست واصابع زينه والزلابيه. حاضر من عينيا. الله يبارك لك. حاضر. حاضر ان شاء الله. يعني خدها كده قول لي وعد اللي انا هعملها لك. هقول لحضرتك بس اتفضل. اسمحي لي كده على الهوا، احنا الشهر ده هنبقى مقترنين بحاجات عندنا، عملنا المنيو بتاع الحلويات كله فيها، لكن ان شاء الله وعدك نعملها لك ان شاء الله في شهر ابريل. يعني ان شاء الله، معلش سامحيني،